مبادرة من ركن العزاب المغاربة لجمع كمية من الدم وإسعاف مجموعة من المحتاجين نتواجد بالمركز الجهوي لتحقن الدم لمعاينة هذه العملية لجمع الدم، وخاصة أن هنالك بعض الفئات من الدم الصفراء التي تفسد في مرحلة 5 أيام، وكذلك الكريات الحمراء. لهذا نشيد ونطلب من كافة المواطنين الانخراط في عملية التبرع بالدم حتى نسعف أولئك الذين هم بحاجة إلى قطرة من الدم من أجل إسعاف وإنقاذ حياة. السلام عليكم دكتور إسماعيل الرحيم، مدير المركز الجهوي للتحقن بالنفاس. في هذه الأيام ديال المباركة ديال عيد الأضحى كنلاحظوا حنا يعني التجربة ديالنا كنعرفوا باللي كيكونوا العدد المتبرعين قليل، لهذا فركزنا على تحسيس المواطن باش يجي يتبرع، والمركز فتح الأبواب ديالو اليوم السبت 25 يوليو باش نقويو ان شاء الله المخزون. فهذا الاسبوع الماضي قمنا بستة ديال الحملات خارج المركز وخدمنا في المركز كذلك باش نديروا واحد المخزون كافي اللي يمكننا باش ندوزو ديك الفتره ديال العيد ان شاء الله بلا يكون عندنا خسارة. دونك كما كتلاحظوا اليوم راه خدامين هنا في المركز، وعندنا واحد الحمله بالفريق الوحده المتبقيه راهم حتى هما خدامين. وكما قلت خدمنا السيمانه كامله كنا كنديروا حملات على برا وفي المركز، والحمد لله المخزون ديالنا راه في تحسن، وكنتمناو اننا ان شاء الله ومازال الاسبوع الماجي حتى هو نزيدو ندعمو فيه، وباش الاسبوع ديال العيد ان شاء الله يدوز بلا ما يكون عندنا واحد الخصص في هذه الماده الحيويه. بالنسبة للمادة الحيوية الأكثر تطلبا لدى المركز شنو هي المادة اللي هي؟ حنا عندنا يعني كاين اللي كيكون عليها الإقبال بزاف كيكون المرضى حتى هما الدم الأحمر يعني لي غلوب الغوش والصفائح. المشكل اللي عندنا هو مع الصفائح، علاش؟ لأن الصفائح عندهم غير 5 أيام، إلا ما خدامهمش المريض كيتكبر عندهم. دونك خصنا دائما المتبرعين يكونوا يعني خصنا لو سونتخ، يعني دائما خصنا يعني نقدر نديروا المخزون ديال الصفائح على الاكثر 5 ايام، يعني دونك دائما خصنا متبرعين ومنتظمين، وهذا هو السر. الدول اللي نجحات يكونوا عندها مخزون دائما مطمئن هي الدول اللي كان عندها متبرعين متطوعين منتظمين. بحال دابا مثلا في فاس انا خاصنا يجيونا 120 متبرع في النهار، إذا كانوا كيجيونا 120 متبرع كل نهار فما غاديش يكون عندنا مخزون حتى في شي مادة. ولكن إذا مثلا ضربنا حملة وجاونا 20 ولا 30 غادي يكون عندنا الخصص، إذا جاونا 300 ولا هذا غادي يكون عندنا الفائض وغادي يقدر يتبريمنا لوسو. فهذه المعادلة هذه كتجينا شي شوية صعيبة، وحنا خدامين فيها إن شاء الله، وبالمساعدة ديالكم ديال الصحافة وديال الناس المتطوعين غادي ان شاء الله نحققوا هذا الهدف ديالنا. الرساله اللي بغيتي توصل، واش كاين شي اداه بالنسبه للمتبرع بالدم؟ بالنسبه للمتبرع بالدم خصو غير يكون فاطر بطبيعه الحال، الوزن ديالو يكون فايت 50 كيلو، ويكون ناعس مزيان مرتاح، والحمد لله الماتريال باش تنخدمو يعني معقد وكنستعملوه غير مره واحده، يعني ما كنعاودوش نستعملوه، فما كاين حتى شي اذى وكندوز العمليه. الاحتياطات اللازمه واخدينها بالنسبه لهذا الكوفيد، التعقيم ولي ماسك، وحتى المواطن اللي جا وما جابش الماسك سنعطيوه الماسك ديالو، والمسافه ديال الامان كنحرصوا عليها، والحمد لله تنطلبوا من المواطنين يجيو يتبرعوا باش
المرضى ديالنا يعيدوا حتى هما ما يكونش عندهم مشكل في الدم. داخل قاعة التبرع بالدم يوجد مجموعة من الشباب الذين أبوا إلا أن يتنقلوا إلى هذا المركز الجهوي للتحقن بالدم من أجل المساهمة وإعطاء قطرة من الدم حتى يمكن أن يسعفوا أولئك الذين هم بحاجة إليها. السلام عليكم. الاسم سي عدنان. التواجد ديالك هنا في مركز الجهوي لتحقن الدم، شو السبب من وراك؟ اليوم جينا مع مجموعة ديال الأصدقاء اللي هما مجموعة من العزاء المغاربة، وصراحة يعني هذه البادرة هي أقل حاجة حنا كشباب نقدروا نقدموها للبلد ديالنا والإخوان ديالنا المغاربة، الناس اللي محتاجين لهذا الدم هذا. وكما حنايا غادي نعطيو اليوم ضروري غادي يجيب الله إن شاء الله، إلا شي نهار احتاجينا ولا شي حد من أفراد العائلة غادي يبقى حتى هو اللي غادي يعني صدقة جارية. كاع هو اللي يمكن توجدها للناس اللي تيشاهدوا الآن. بالنسبة للناس أي واحد يقدر يتبرع بالدم وصحته يعني بسلام، يعني أقل حاجة يقدر يديرها هي يتبرع مرة في العام مزيانة ليه وصحته حتى هو، وكذلك يقدر يتعاون. هشام بنبور أدمين مجموعة العزاء المغاربة، المجموعة اللي كتنظم العمل التطوعي الخيري حملة تبرع الدم مدينة فاس. الحمد لله لقات واحد الإقبال وحضور أكبر عدد من الأعضاء وقاموا بالتبرع بالدم في هذه البادره الخيريه اللي تقدر انها تفيد بزاف الناس محتاجين. نتمنوا لمجموعات اخرى حتى هما وجمعيات يشوفوا نفس الطريق وفي نفس النيفال، وهذا الشيء راه غادي ينفع غير الناس وغادي ينفع. طرحوا علينا اننا نجي نتبرعوا بالدم، الحمد لله تابعنا الجهه باش نقدروا ناخذوا بزاف ديال الارواح بهذه النقطه ديال الدم ديالنا، وكنتمناو حتى حنايا نوقفوا على شي حد يتبرع علينا حتى حنا ان شاء الله. كنتمنى نلقي يجازي كل واحد كيجي يتبرع ويعطي نقطه ديال الدم ديالو لانسان اخر مريض. كنتمنى ان الجميع يجي يتبرع وينقذ الاخوان ديالو اللي محتاجين لهاد نقطه الدم. وكنقول الانسان اللي كيخاف هاد الوحده ديال تسليم مشقات ديال الدم، كنستقبل الطلبات ديال المرضى المحتاجين ديال الدم ومشتقاته. كنشوفوا حسب الدياغنوستيك شنو اللي قبل، شكون اللي محتاج مثلا الصفائح الدمويه ولا الكريات الحمراء، الكريات الحمراء ولا البلازما. على حسب التحاليل اللي كاينين كنعطي الناس اللي محتاجين. غير هو كاين واحد المساله هي انه كاين خصاص في الدم، ما يمكنش نلبيو جميع الطلبات، لهذا كنديروا واحد فهمتوا تخياج الناس اللي هما اكثر احتياجا هما اللي كنصدقوهم على الاخر حسب نوعيه الدم وحسب خطوره المرض ديال نعم. إذا تتلقاو الطلبات في المستشفيات على الصعيد الجهوي؟ كنتلقاو الطلبات على مستوى الصعيد الجهوي، سي اش في وبالنسبة لسي اش في مستشفى بن الخطيب، مستشفى بن الزهري، ومستشفى ديال المزاج ديال تازا وديال تاونات ميسور وطرني حاجة. واش تكون هناك واحد يعني الخاصيه للناس اللي هما تيتبرعوا بالدم؟ اذا كان عندهم احد المرضى اللي مصاب وخصو نقل دم، واش تكون عندهم شي علاوه او تفضيل او شيء من هذا القبيل؟ حنا كنحاولوا الناس اللي عندهم المتبرعين كنحاولوا نعطيهم حسب جاب 4 ديال المتبرعين كنعطيو 4 ديال ديال 4 ديال اللي جاب اكثر كنحاولوا نعطيهم ساتيسفي داك الدم حسب الطلب وحسب التواجد في الدم وحسب الستوك اللي عندك. شنو الرساله اللي يمكن لك انت كواحد اللي تيربط العلاقه ما بين المستشفيات اللي بحاجه للدم وما بين المواطنين اللي تيرجع الدم، شنو هي الرساله اللي يمكن تطلب من المواطن يقوم بها؟ كنطلب من المواطن ان التبرع يكون بصفه دائمه، ما يكونش غير مؤقت، يجي مره ويغبر كما قلت، يجي ويعاود كل عام على الاقل دو فوا. يجي دو فوا باش يتبرع، وهكا غادي يكون ستوك شويه غادي يكون مزيان. شنو نقول لك؟ قلت لنا الطلبات ما عمرنا يمكننا
كدير انه تبيعوا جميع ديك الطلبات اللي عندنا.